اخوان الاعزاء اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم معي مجددا في حلقه جديده. اذا في هذه الحلقه ان شاء الله سوف يعني نتطرق الى يعني تسطيب وتنزيل برنامج اللي هو توتال ميديا كونفرتر. لهذا البرنامج يمكنك يعني تحويل الى اي صيغه تريد، نعم اي صيغه تريد بتقنيه عاليه. اذا البرنامج هديه يعني يمكنك تحميله مع الكراك يعني مفعل مدى الحياه. يمكنك ايضا تثبيت البرنامج. اذا بعد تثبيت البرنامج لاري بعض الاخوه الذين لا يعرفون طريقه كراك للبرنامج، اذا فقط تقوم بتثبيت البرنامج وعادي. اذا كما تلاحظ انا قمت بتثبيت، اذا بعد ان نقوم بتثبيت البرنامج كما هو ملاحظ، ثم يعني سويفون سويفون سويفون، اذا نقوم باغلاق البرنامج اولا. اذا لا نقوم بفتح البرنامج، نقوم باغلاق عند الانتهاء من التثبيت. ثانيا نذهب الى ملف الكراك، نقوم بنسخ هذه الملفات، ثم نذهب الى السي يعني ثم بروجرام. اذا ونذهب الى يعني مكان تثبيت الملف. اذا يمكنك تثبيت، انا قمت بتثبيته هنا لكي اريك. اذا مكان تثبيت الملف، ثم تقوم بعمل نسخ او كول هنا. اذا لاحظ سوف نقوم ب نعم ابليك، انا قمت بهذه العمليه مسبقا. نضغط على ابليكي او يس او اكخازي. اذا جيد، ثم بعد ذلك اقوم بتشغيل البرنامج لكي ترى يعني يمكنك عمل افلام 3D، يمكنك ايضا تحويل الى اي صيغه تريد، صيغه صغيره يعني RMVB يدعم كل الصيغ يعني كما تلاحظ DVD، يمكنه دعم يعني الايبود الايفون الايباد يعني PSP وايضا PS3 اذا والطابلت كما تلاحظ. اذا البرنامج مفعم وغني ب يمكنك التحويل الى اي شيء تريد او اي صيغه تريد. اذا هذا البرنامج هو هديه لكل الاخوان، اذا ومفعل بطبيعه الحال، يمكنك استخدامه وقتما تشاء. اذا كان معك سفيان قروي من مدونه لا شيء مستحيل امام الاراده. اتمنى ان يستفيد الجميع من هذا البرنامج لانه جيد جدا ويبحث عنه الجميع. اذا اراكم في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.